للمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذة ميرنا أبو عطا مسؤولة البرامج الإقليمية في مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المكتب الإقليمي للدول العربية نرحب بك أستاذة ميرنا في نشرة أخبار الثالثة هل تضحين لنا المهام التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والتعاون القائم طبعا بين مكتبكم الإقليمي ومملكة البحرين يعتبر مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وهو جزء من الأمان العامة للأمم المتحدة نقطة الارتكاز لمنظمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث كما أنه الوصي على تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث ويدعم البلدان والمجتمعات في تنفيذ هذا الإطار وفي رصده واستعراض التقدم المحرز في تنفيذه ويعقد مكتب الامم المتحده للحد من مخاطر الكوارث اجتماعات مع الشركاء على المستويات الوطنيه والمحليه والاقليميه والعالميه وينسق الانشطه الراميه للحد من مخاطر الكوارث واثارها وخسائرها ولجعل المجتمعات المحليه اكثر امانا وقدره على الصمود وقد تاسس مكتبنا الاقليمي للدول العربيه في عام 2007 ويغطي 22 دوله عربيه يدعم حكوماتها في تنفيذ اطار سنداي في الدول العربيه ورصد التقدم المحرس في تنفيذها ويشرفنا العمل بشكل وثيق مع حكومه مملكه البحرين الموقره من خلال نقطه الاتصال الوطنيه في اللجنه الوطنيه لاداره الكوارث المدنيه وذلك للنهوض باجراءات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث وحمايه الارواح والممتلكات وسبل العيش في المملكه من القاهرة الأستاذة ميرنا أبو عطا مسؤولة البرامج الإقليمية في مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المكتب الإقليمي للدول العربية شكرا جزيلا لك الحادي والعشرين من مارس 2024 يصادف اليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث والذي يتم الاحتفال به في كل عام تأكيدا من الجميع على اهميه الحد من مخاطر الكوارث في الاستدامه والتنميه حيث ياتي هذا العام تحت شعار بنيه تحتيه عربيه مرنه مقاومه للكوارث والتي تلعب دورا حيويا في حياه المجتمعات العربيه وتشكل عنصرا اساسيا للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه وتظهر مملكه البحرين التزاما كبيرا لتحقيق اهداف التنميه المستدامه واطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث بالاضافه الى مواصله الاستثمار في تعزيز قدره البنيه التحتيه على مقاومه الكوارث ومواجهه التحديات المختلفه المتعلقه بهذا المجال الذي يسعى الى استدامه تطوير البنيه التحتيه وتعزيز الامن الغذائي ومواجهه التغيرات المناخيه والحفاظ على البيئه تحتفل الدول العربية بهذا اليوم نظرا لأهمية هذا اليوم في التنمية والاستدامة. طبعا هاي العام تحت شعار بنية تحتية عربية مرنة مقاومة للكوارث، نظرا لأهمية البنية التحتية وقدرتها على الحد من مخاطر الكوارث في حال حدوثها. طبعا تظهر مملكة البحرين تقدم ملحوظ في هذا المجال من خلال تبني أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال عدد من البرامج مثل برنامج عمل الحكومة اللي خصص محور كامل للبنية التحتية. أحد أهم البرامج الاستراتيجيه الوطنيه للطوارئ اللي ارسل معالمها سيدي معالي وزير الداخليه، طبعا هناك عدد كبير من البرامج اللي نعمل عليها سواء على المستوى المحلي او الاقليمي والدولي اللي تستهدف بشكل كبير الحد من مخاطر الكوارث وايجاد منظومه متكامله للتعامل مع الحالات الطارئه لا قدر الله. كما وتعد الاستراتيجية الوطنية للطوارئ المحدثة التي أرسى معالي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني معالمها حجر أساس في سبيل تعزيز قدرة مملكة البحرين على مواجهة الكوارث والطوارئ لمنظومة وطنية متطورة للحد من مخاطر الكوارث والتي تتماشى مع برنامج عمل الحكومة وإطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث. تلعب إدارة الأزمات والكوارث التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني دورا بارزا في تحقيق الشراكات بين قطاعات الدولة والوكالات في دول العالم ومن هذه الشراكات الشراكه مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه ومكتب الامم المتحده للحد من مخاطر الكوارث، يعتبر اليوم توجه مملكه البحرين لاداره مخاطر الكوارث نقله نوعيه في هذا المجال في سبل التصدي للطوارئ المدنيه من خلال الاستثمار في تعزيز قدره البنيه التحتيه على مقاومه الكوارث ومواجهه التحديات المختلفه المتعلقه بهذا المجال. تهدف الاستراتيجيه الى تعزيز قدره المملكه على الاستعداد والوقايه من جهه ومن جهه اخرى الاستجابة للكوارث والطوارئ من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بما في ذلك القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتطوير خطط طوارئ شاملة تغطي جميع المخاطر المحتملة، ورفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع حول مخاطر الكوارث وكيفية الاستعداد لها من خلال المنصة الوطنية للحماية المدنية، وإنشاء مركز وطني ذكي لاداره الطوارئ وتطوير نظام انذار مبكر للكوارث والطوارئ وبناء مخزون استراتيجي من الموارد الاساسيه للاستخدام في حالات الطوارئ